بالنسبه لي انا هاد الدوره كاينه بحال كاين شي ريغريسيون، كاين شي تراجع لمجموعه ديال الاشياء، ما عرفتش شنو هي بالضبط. يعني داك الاحساس ديال الخيل ملي كتكون غاديه في واحد البلاصه وكتحس بلو دونجي، بحال كنحس بان دونجي على المهرجان، يعني ان دونجي اللي كيتهدد المهرجان. شنو هو؟ مازال هي الاحساس، ما كاينش شي حاجه فعليه اللي نقدر نلمسها ونقول فوالا. علاش؟ لانه من ناحيه سميتو من ناحيه تنظيميه شويه بزاف ديال الاشياء ناقصه، بزاف ديال العلاقات يعني متوتره، بزاف ديال الناس ما عندهمش يعني كيفاش يتواصلوا مع الاداره ديال المهرجان، مع يعني مع الناس يعني المسؤولين الكبار ديال المهرجان. كاين شي حاجه، كاين شي توتر بين السينمائيين المغاربه ككل وبين اداره المهرجان. التوتر اللي بغينا نفهموه، بغينا نعرفوا علاش، لانه هاد الدوره هادي 16 خلاتنا نتسائلوا. بعدا مزيان انه ما تقبل حتى فيلم مغربي، ماشي ما تقبلش، كاينين افلام مغربيه اللي ما تعطاتش، بعدا ما دفعتش، مجموعه ديال المخرجين ما دفعوش افلامهم حيت مازال ما كاملينش، والمجموعه الاخرى اللي دفعت يعني ما تقبلاتش. مزيان باش نتسائلوا انه الا بغينا نحضروا في مهرجان ما خصناش نحضروا لانه فقط عندنا سميتو المغرب ديالنا وفلوس هادو ديال الدوله وهداك الشيء اللي كنهضر الخاويه. كنحضروا لانه عندنا امكانيات فنيه قويه بطبيعه الحال، لانه واحد المساله كاينه واحد لجنه الانتقاء، ديك اللجنه ديال الانتقاء بعض المرات تخطئ وبعض المرات تصيب، يعني على حسب النوع ديال الافلام اللي كتجيب. دابا ملي جابوا لنا هذا الفيلم هذا، انا اعتقد ان يعني هذا النوع السينما هو نوع متجاوز، ما عندوش لو كادغ ديالو، يعني لو كادغ هنايا في المهرجان بحال هذا المهرجان ما عندوش لو كادغ ديالو. يعني يمكن هذا يكون في شي مهرجانات في شي دول اخرى، في شي بلايص اخرى، ولكن مع الاسف انه لجنه الاختيار كتختار، ولجنه لا سميتو اللجنه ديال التحكيم غادي تحكم في الاخر، وما تعرف تقدر تعطي لهذا جائزه، ما تعرف، لانه هذا الشيء ولا 15 جائزه اللي فرق فرانسيس فورد كوبولا العام اللي فات، 15 فرق حتى على الناس اللي ما داروش كاع السينما، ما كاينش السينما في الفيلم ديالهم. هي ما كاينش السينما مغربيه، هي كاينه افلام مغربيه. الافلام المغربيه كتكون متعلقه باشخاص، وهاد الاشخاص كاينين المجتهدين جدا اللي كيجتهدوا باش يديروا ان فيلم اللي فيه اوموان واحد شويه ديال السينما، وكاينين الناس اللي ما كيجتهدوش كاع اطلاقا وما كيديروش السينما كاع اطلاقا وما كيديروش حتى الفيلم، حتى الفيلم ما كيدارش يعني على مستوى حتى الفرجه العاديه ما كيدارش هذاك الفيلم. دونك هاد المساله هادي يعني حاضره بقوه في يعني في اطار الافلام المغربيه. الانتاجات السينمائيه يعني كاين فيها المتميز، كاين فيها المتميز، وكاين فيها اللي متميز اللي مازال ما بانش، مازال ما كاينش، مازال ما خرجش للسوق. ولكن بالنسبه للتلفازه، التلفازه كنعرفوا التلفازه هي استهلاكيه، يعني ما نطلبوش منها اكثر من الاستهلاك، حيت الا بغينا نطلبوا من التلفازه انها دير لنا السينما بحال كنخربقوا. السينما وكيخصها تبقى في لاصال دو سينما، وخص الناس يمشيو عن طيب خاطر لهذاك الفيلم، ماشي يتفرض عليهم داخل الدار. اما الدار كيجي ليا واحد المنتوج، داك المنتوج اللي كيجي ليا كيف ما بغى يكون، هو مفروض عليا، نقدر نقلب، نقدر نزابي، كاين بزاف ديال الوسائل باش نتعامل مع داك المنتوج، ولكن الاساس هو انه راه التلفازه للاستهلاك لا غير، واخا دير فيها السينما كاع راه للاستهلاك. على حقاش الناس كتنوض، كتكون جالسه كتفرج وكتنوض كتزابي، كتقدر تمشي للكوزينه، يقدر تعيط ليه امه، يقدر يعيط ليها راجلها، يقدر كذا. من هنايا الناس دارهم، في دارهم ما كتحكمش فيهم. القاعه السينمائيه هي اللي كيخصها السينما. المغاربه عاشقين للحياه، المغاربه كدير لهم واحد البلاصه فين يمشيو كيمشيو. المغاربه درتنا لهم ميغارامات اللي درنا في المغرب وكيمشيو هما وليداتهم.
وكيمشيو يتفرجوا وكيمشيو ياكلوا وكيمشيو يجلسوا وكيمشيو يتمتعوا بواحد لحظات الحياه. المغاربه ماشي هكاك، المغاربه عمرهم ما كانوا يعني مدبرين على الحياه، دائما مقبلين عليها. ما كاينش اللي غادي يعوض سي محمد بسطاوي بطبيعه الحال، ما كاينش اللي غادي سميتو يعني تكتب هذه الكتابه الاخرى، هي انه سي محمد بسطاوي هو رئيس الجماعه وكيموت كيتوفى نيت، واللي غادي ناخذ الجماعه هو انايا حيت انا هو الدوزيام ديالو بالاصوات وبداك الشيء. دونك من بعد غادي ياخذها، انا غنتنازل على ديك الجامعه وغياخذها شي حد اخر، وغادي تطور الاحداث وغتطور في واحد الاتجاه اخر. ولكن غادي اللي غادي يكون اللي اقترحناه انه يكون الاخ ديال سي محمد البسطاوي هو خوه، يعني سي محمد خويه، خوه في الحياه وفي الفن.